بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تطرقنا إلى أنه يجب التمييز بين عادات المجتمعات المسلمة وبين الثقافة الإسلامية الأصيلة، فقد تكون تلك العادات مأخوذة من الثقافة الإسلامية وقد لا تكون. وكلامنا الآن حول الثقافة الإسلامية الأصيلة، وقبل أن نخوض في هذا البحث نقدم مقدمة مختصرة، وهي العلاقة بين الثقافة والدين بشكل عام، ثم ننتقل إلى العلاقة بين الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي بشكل خاص. هناك ارتباط وثيق بين الثقافة والدين. كل ثقافة أو لا أقل المقدار الذي نطلع عليه من الثقافات في طول التاريخ، هذه الثقافات إنما نمت وكان بجوارها دين، فلا نرى ثقافة بدون أن يكون في جوارها دين. طبعاً إذا كان الدين من الأديان البشرية المختلقة فإنما هو نتاج لثقافة ذلك المجتمع، يعني هناك مجتمع يحمل ثقافة خاصة ونتج عن هذه الثقافة دين مختلق بشري، كما يرى ذلك في الأديان الوثنية التي هي نتاج لثقافة المجتمعات. وهناك بالنسبة إلى الأديان الإلهية عكس ذلك، فإن الأديان الإلهية هي صانعة لثقافة مجموعة كبيرة من المجتمعات البشرية، فهناك ارتباط وثيق بين الثقافة والدين، بحيث أنه لا يمكن تصور استمرار دين من غير ثقافة خاصة بذلك الدين، ولا يمكن تصور استمرار ثقافة من غير دين يدعم تلك الثقافة. طبعاً هناك إذا أردنا أن ننشر ثقافة ما، فإن نشر هذه الثقافة يواجه صعوبة كبيرة إلا إذا كان خلفية تلك الثقافة أو الداعم لتلك الثقافة دين من الأديان. حتى إذا كانت ثقافة باطلة، كانت ثقافة باطلة أو ديناً باطلاً، يعني إذا ثقافة باطلة أراد أصحابها نشرها يجدون صعوبة إذا أرادوا نشرها مجردة عن دين.
أما إذا كانت هذه الثقافة مدعومة بدين، الثقافة الباطلة مدعومة بدين مزيف، فإنه تذلل بعض الصعوبات في طريق نشر تلك الثقافة. ولذا نحن نرى أن بعض مفكري الغرب الماديين الذين رفضوا كل دين بما فيه دينهم، وهو النصرانية بشكل عام، ودعوا إلى فصل الحياة فصلا كاملا عن الدين، نجد هؤلاء حينما يفكرون ويريدون نشر ثقافتهم الخاصة يحاولون الاستفادة من الدين لنشر تلك الثقافة. حينما نجد أن بعض مفكري الغرب وبعض حكومات الغرب سابقا حينما فصلوا الدين وعزلوه كاملا عن الحياة، نرى هؤلاء في نفس الوقت يحملون راية لنشر النصرانية، وهناك اتفاق ضمني أو اتفاق واقعي ولكن غير معلن بين بعض الكنائس في الغرب وبعض الدول الغربية وبعض الماديين من مفكري الغرب حينما يريدون نشر الثقافة أو الدين الذي يحملونه، يتفقون على رغم أن هؤلاء المفكرين الماديين يطالبون بعزل الدين عن جميع مرافق الحياة. وأي مكان كان الدين، ولو الدين الذي يعتقدون به أريد إدخاله في أمر سياسي في بلدانهم طبعا أو اجتماعي أو أمثال ذلك، رفضوا هذا الأمر. ولكن حينما يأتي الأمر لنشر الثقافة التي يحملونها، يحاولون أن نشر تلك الثقافة عن طريق الدين الذي يحملونه. وهنا أنقل كلمة عن أحد مفكريهم يقول ما حاصله، حاصل كلامه: لكي تبقى أوروبا موحدة قادرة على مواجهة أعدائها، نحتاج إلى إحياء التراث المسيحي لصد البرابرة الغازين وخاصة المسلمين الذين تمثل الثقافة الدينية أمراً بالغ الأهمية والحيوية بالنسبة إليهم. ومن هذا المنطلق نشاهد في هذه الأيام أن الحكومة التركية على رغم أنها تحاول الدخول في الوحدة الأوروبية، ولكن هناك عراقيل كبيرة تجاه هذا الدخول. طبعا هناك عراقيل منطقية، ولكن بعض العراقيل ليست بمنطقية، لأنه ينظرون إلى تركيا بنظر لا ينظرون إلى دول أوروبا الشرقية التي قد لا توجد فيها المقومات التي تحتاجها الدولة لدخول أوروبا الموحدة. لماذا؟ لأن تركيا على رغم أن الحكومة التركية لبت أو تلبي كثيرا من شروط الاتحاد الأوروبي، ولكن في نفس الوقت تركيا شعب مسلم، الأتراك شعب مسلم، يقولون أن هؤلاء ثقافتهم تختلف عن ثقافتنا. ولذا نرى أن أشد بلدان أوروبا علمانية وهي فرنسا، هذه المفروض حسب تعبيرهم للعلمانية عدم إدخال الدين في مرافق الحياة، وإنما اعتباره حالة شخصية. هؤلاء كثير منهم من الشعب الفرنسي حسب إحصائياتهم أنفسهم وكذلك ساستهم يرفضون دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي. لماذا؟
لأنه صحيح يدعون بالعلمانية وأن الدين يجب أن ينفصل عن السياسة العامة وعن الحالات العامة في المجتمع، ولكن في نفس الوقت هذا الكلام إما يعتقدون به أو يوجد في لاشعورهم بأن هذا الشعب شعب مسلم فيجب أن لا ينضوي تحت لواء أوروبا الموحدة، حتى أن رئيس وزراء تركيا السابق قال إن الاتحاد الأوروبي تحول إلى ناد للمسيحيين، نادي للمسيحيين يرفضون دولة أخرى فيها مسلمين، فيها مسلمون أو أكثرها مسلمون، مع أنه يدعون بالعلمانية. الشاهد أنه ارتباط الدين بالثقافة ارتباط وثيق، ولذا نشاهد أنه بعض قوى الاستعمار تحالفت مع بعض القوى الدينية النصرانية، وهؤلاء أرسلوا مبشرين إلى مختلف المناطق للتبشير بالديانة المسيحية مدعومة ببعض الدول التي هي تدعي العلمانية. هذا يكشف عن أنه لا يمكن لثقافة أن تستمر وأن تحيا إلا إذا كان بجانبها دين، إن كان حق أو كان باطلا. فبناء على ذلك الثقافة الإسلامية الأصيلة لا يمكن أن تنفصل عن الدين الإسلامي، هناك تلازم واضح، وكل وقت حدث هناك تهاون بين المسلمين تجاه الإسلام نجد أن الثقافة الدينية ضعفت، وكلما الثقافة الدينية ضعفت في المسلمين نجد أيضا أن هناك الالتزام بالدين أيضا ضعف، أو التفكير بالدين أيضا ضعف. فهناك ارتباط وثيق بين الدين وبين الثقافة. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى بحثنا الذي نبدأه من هذه الليلة، وهو البحث حول الثقافة الإسلامية. النقطة الأولى في هذا البحث هو أنه ينبغي علينا تشخيص معالم الثقافة الإسلامية، ثم بعد تشخيص معالم الثقافة الإسلامية ننتقل إلى بحث آخر وهو مصادر الثقافة الإسلامية، وثم تتسلسل البحوث الأخرى. البحث الأول معالم الثقافة الإسلامية. المعلم الأول هو أنه هذه الثقافة مصدرها رباني وليس مصدرها التفكير البشري. الله عز وجل اختار هذا الدين ليكون خاتمة الأديان، وأرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله للناس كافة، وأرسله رحمة للعالمين. فهذا الدين صنع ثقافة، كما ذكرنا أن الأديان الإلهية هي تصنع الثقافة وليس هي نتاج لثقافة مجتمعاتها. فالدين الإسلامي صنع ثقافة هي ثقافة ربانية، لأن الله عز وجل بيّن في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وآله معالم هذه الثقافة ومفرداتها وجزئياتها. فالنقطة الأولى أنه هذه الثقافة هي ثقافة ربانية عكس بعض الأديان كما ذكرنا. ونمثل مثالا، وهو هذا المثال في عكس ذلك، تعلمون أنه ميلاد المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يحتفل به في آخر السنة الميلادية، 5 أيام قبل نهاية السنة الميلادية يحتفل بميلاد المسيح. علماء التاريخ يذكرون أن هذا الاحتفال، هذا الوقت بالأساس كان وقت عيد للوثنيين قبل النصرانية، وحينما انتشرت النصرانية في أوساط بعض المجتمعات الشرقية هؤلاء جعلوا من هذا العيد أيضا عيدا في النصرانية،
بحيث أنه ربطوه بالدين وجعلوا ذلك العيد يوم ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام لكي يحتفل بذلك الاحتفال الوثني ولكن بجلباب ديني، أنه هذا هاي الثقافة أو هذه العادة السابقة بقيت ولكن بجلباب ديني. وإحنا عندنا بعض الروايات تدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام كانت ولادته في حزيران وليس في آخر السنة. على كل حال هذا بحث خارج عن الموضوع هذا المثال، ولكن أردت أن أذكره لكي يتبين لنا أنه الدين الإسلامي ثقافته ثقافة ربانية وليست ثقافة بشرية متجلببة بجلباب الدين كما يشاهد في بعض الأديان التي حرفت. هذه الأديان التي حرفت كثير من هذه التحريفات إنما هي كانت عادات أو ثقافات وثنية أو غير وثنية ولكنها غير دينية، ثم تم التصالح بين الدين وبين هذه الثقافة الوثنية بإدخال تلك الثقافة إلى الدين، يعني تحريف الدين بعبارة أخرى إدخال تلك الثقافة إلى الدين وبتجلببها جلباب الدين حتى تكتسب قدسية. فالنقطة الأولى أو المعلم الأول من معالم الثقافة الإسلامية أنها ثقافة ربانية. هذه النقطة إنما نؤكد عليها لأنها تفيدنا في بحوثنا القادمة حينما يأتي الكلام حول التطوير والتغيير. إذا قيم ربانية هل يمكن التطوير والتغيير فيها؟ الجواب كلا. سنبحث هذا الأمر في وقت آخر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من ميزات الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي أنه ربط الثقافة بالطبيعة الإنسانية أو حسب التعبير القرآني بالفطرة، لأن الإنسان له فطرة واحدة لا تتغير هذه الفطرة من يوم أن خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الطبيعة هذه الفطرة لا تتغير. الثقافة الإسلامية مرتبطة ومنسجمة انسجاماً كاملاً مع الطبيعة والفطرة الإنسانية. بعبارة أخرى الدين الإسلامي يظهر إنسانية الإنسان عبر القيم التي يحملها والشعائر التي يأمر بها. كثير من الثقافات الأخرى لا تنسجم مع فطرة الإنسان، فلذا هي تبقى وقتية. وقت من الأوقات الناس يمارسون تلك العادة أو يحملون تلك القيمة التي يظنونها أنها قيمة، ثم بالتدريج هذه تسبب لهم مشاكل، لأن الأمر الذي هو خلاف الفطرة يسبب مشاكل للإنسان وللمجتمعات، وبعد ذلك يضطرون للتخلي عن تلك الثقافة. لذا الله عز وجل في القرآن الكريم بالنسبة إلى الإسلام يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صحيح إرادة ربانية إظهار الإسلام، يعني سيطرته على كل الأديان وكل الطرق وكل الثقافات وكل المعتقدات وكل الممارسات، هذا إرادة ربانية، ولكن الله عز وجل يجري الأمور عبر أسبابها. فما دام هذه الثقافة منسجمة مع الفطرة الإنسانية لابد أن البشرية ستضطر في يوم من الأيام أن تنساق إلى تلك الثقافة، وكلما عجلنا في ذلك الأمر عجلنا في إنقاذ البشرية من مآزقها ومآسيها. هذا المعلم الثاني من معالم الثقافة الإسلامية. المعلم الثالث من المعالم شمول الثقافة الإسلامية لجميع مرافق الحياة. عندنا كلمة معروفة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. الثقافة الإسلامية ترتبط بالإنسان قبل أن يولد إلى بعد أن يدفن، ف
فلذا حينما ترجع إلى التراث الإسلامي، ترجع إلى القرآن الكريم، ترجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته، وكذلك الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، تجد هذا الآن بوضوح أنه لكل قضية من القضايا الإسلام له حكم، إن كان واجباً أو مستحباً أو محرماً أو مكروهاً، بعنوان حكم، بعنوان آداب اجتماعية. وإذا راجعت النصوص الدينية ترى أن النصوص الدينية أحاطت بمختلف زوايا حياة الإنسان. نحن بحاجة إلى أن نأخذ هذه النصوص ونتعمق فيها ونستنبط منها ما نحتاجه، ولا هذه النصوص الدينية شملت جميع مرافق الحياة. ولذا بعض الأحيان يكون هناك تساؤل، لماذا نرى بعض أمور تافهة مثلا، نتصورها تافهة، نجد أن هناك رواية حول ذلك الموضوع أو آية بعض الأحيان حول ذلك الموضوع. الجواب أنه الكلام حول أن الثقافة الإسلامية تشمل جميع مرافق الحياة، فلذا جاءت وبينت مختلف مرافق الحياة، إن كان بشكل حكم جزئي أو بشكل حكم كلي يستنبط منه أحكام جزئية كثيرة. هذا المعلم الثالث من معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة. فالخلاصة أنه هناك ارتباط وثيق بين الدين والثقافة، إن كان حقاً أو كان باطلاً، ولا يمكن بث ونشر ثقافة إلا إذا كان بجنبها دين، ولا يمكن نشر دين إلا إذا كان بجنبه ثقافة. ومعالم الثقافة الإسلامية متعددة، نذكر منها أولاً أن مصدرها رباني، فجذور وأصول هذه الثقافة غير قابلة للتغيير. ثم إن هذه الثقافة مرتبطة بفطرة الإنسان أو بالطبيعة الإنسانية حسب تعبير آخر. ثم معلم آخر أنها تشمل جميع مرافق الحياة المختلفة، وهناك معالم أخرى سنتكلم حولها في الليلة القادمة بإذن الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات، تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها.